دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم دعا من العاصمة مسؤولي القطاع إلى تعميم إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمتعلقة بالضمان الاجتماعي تعميمها على المستوى المحلي. مزيد مع دليل بعسيس. وضع جدول لتسديد ديون المستخدمين والأشخاص غير المصرحين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ذاك هو الإجراء الذي أقرته الوصاية بهدف تطهير القطاع من الوضعيات الغير القانونية. ومع الإعفاء من السيادات سيمكن الإجراء من تحسين اشتراكات مالية كفيلة بالمساهمة في الحفاظ على توازنات صندوق الضمان الاجتماعي. نتعامل مع الشركاء الاجتماعيين سواء اتحاد عام الجزائر ولا أرباب العمل باش العملية هذه نتاع التحسيسية اتجاه أرباب العمل ولا اتجاه العمال أنفسهم تكون يعني عملية متنسقة لتمشي وتصب دائما لصالح العام نتاع الصناديق الاجتماعية اللي هي عايشة غير بالمستحقات نتاعها اللي كان سيكيورتي سوسيال فيف دو كوتيزاسيون نتاعهم، ما با دو سيبونسيون دو ليتا. دونك إذا كان هذه المستحقات ما ندفعتش في وقتها ولا كان ما ندفعوش المستحقات نتاع العمال ونتاع ولا نتاع انفسهم خارجة بالعمل تكون فيه صعوبات فيما يخص التوازنات الكبرى نتاع الصناديق الاجتماعية، وبالخصوص ان الصناديق هذه كاين فيها تضامن ما بين الاجيال، يعني جيل يسلك جيل اخر. تو بريكوباسيون نوز الون غاني دي جون انفورمال كي فون سانتيغري دون سيكتور فورمال. D'accord. Deuxièmement, c'est pour éviter la concurrence. On va éliminer une concurrence interne. Deuxièmement, si vous voulez, le manque à gagner pour l'État, c'est des milliards quand même qui partent comme ça. Alors on s'est dit, l'État, il sera toujours, on a la préoccupation maintenant, surtout dans la phase actuelle, c'est maintenir au minimum, le maximum d'emplois et créer des emplois. ويهدف القرار أيضا إلى ضمان حقوق العمال المعنيين، حيث تم تحديد أجل أقصاه 7 أشهر قبل تسليط عقوبات على المتأخرين عن دفع آخر قسط مستحق. Nous chiffrons la chose au niveau de 3 millions de salariés non déclarés. Ça tournerait autour de ça dans la forme. Alors, multiplier 3 millions de salariés par le taux de cotisation. Ça vous donne un chiffre faramineux. Alors, la problématique se posait, faut-il jouer de l'agressivité ou faut-il jouer de l'attractivité? Donc, on a opté pour l'attractivité, pour ramener cet informel à comprendre qu'en déclarant sa propre personne en tant qu'employeur et le personnel qui fait travailler, il se protège dans le présent et dans le futur. الوزير أعلن أيضا عن إنشاء لجنة مشتركة بين مختلف الفاعلين للمتابعة الميدانية تتكفل بتسوية الوضعيات العالقة بالتراضي وبأسهل الطرق الممكنة. وخلال اللقاء فند وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فند الإشاعات المتعلقة بتخفيض الأجور. نستمع. كان حتى تخفيض في الاجور، بالعكس كنا زدنا السي ان ام جي 87 بيس، يعني كان الغيه من طرف القانون المالي تاع 2015 وكان فيه زياده نتاع الاجور للطبقات الكادحه اللي عندهم دخل، وسي عبد المجيد انا باش ياكد هذا. دونك ما كانش فيها تخفيض من الاجور،